بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي فكرة بسيطة جدا، إذا كان حد عنده شنيور زي كده وفيه تحكم في السرعات، تمام، بس مفيش حاجة تثبت عند درجة سرعة معينة محددة أنت محتاجها. في شنيورات غير كده أو دريلات غير كده بيبقى فيها مفتاح هنا في المكان ده كده، بتقدر تغير منه السرعة وتثبتها عند السرعة اللي انت محتاجها. لكن النوعية اللي زي كده ما فيهاش انك انت تثبت عند السرعة الاقل من السرعة القصوى، لكن في النوع ده لازم توصل للاخر خالص عشان تعرف تثبت المفتاح. فانا ابتكرت الفكرة البسيطة ديت، هنجيب التيب زي كده، ده اسمه تاي راب، بيتباع عند المحلات بتاعت الكهرباء، وهتلفه حوالين المفتاح بالطريقة دي، تمام، وتبدأ تشد التيارات ده لغاية لما توصل للدرجة اللي انت عايزها او السرعة اللي انت عايزها زي كده مثلا، تمام. لو عاوز تزود السرعة شوية هتشد كمان تانية لغاية السرعة اللي انت عايزها، هتثبت على كده ويفضل الشنور معاك او الجريل ثابت على السرعة اللي انت حددتها ديت، تمام، وتقدر تاني تجيب اللي انت عايزه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.